نروح بقى لحدث مهم جدا، وهو افتتاح اول مسار مؤمن للدراجات بمختلف انواعها. هيبتدي من تقاطع محور شينزو ابي مع محور الشهيد خلف، محور الشهيد عفوا، الكلام ده في ظهر المنطقه الاستثماريه الحره، حتى تقاطع المحور مع كوبري مصطفى النحاس. المسافه قد ايه؟ طولها الاجمالي 6 كيلو متر. اللي بيحصل ده بيحصل طبقا لرؤيه القياده السياسيه بتوسيع قاعده الممارسه الرياضيه وجعل الرياضه اسلوب حياه في المجتمع المصري. طبعا حدث مهم جدا بشكل عام وبصفه خاصه لكل الناس اللي هم هواه ركوب الدراجات، اللي بيتكلموا كتير على ان هم نفسهم نكون زينا زي كتير من دول العالم، امريكا وكندا واستراليا واوروبا، يبقى عندنا مسارات مؤمنه يعني محبي هذه الرياضه، لان دي حاجه برضو من ضمن المظاهر اللي بتبين الى اي درجه هذه الدوله يعني دوله عصريه بالمعنى الحرفي. بنتمنى طبعا ان هذا الامر يكون موجود في كل مكان في مصر، وتعالوا نتعرف على تفاصيل اكتر ونشوف هذا التقرير عن فعاليات هذا الافتتاح، ونرجع بعدين نكمل كلامنا. اتفضل. تعاوناً مع معالي المحافظ وفترة وجيزة جداً تم تخصيص هذا المكان، وبالتالي النهاردة بندشن هذا المكان بمساحة 8 كيلو كبداية في منطقة شرق القاهرة، عشان نعلن وبتوجيهات حكومة الرئيس أن هذا الطريق من 6 صباحاً إلى 11 كل يوم جمعة هيكون يعني مخصص فقط للدراجات. التوجيه أن يكون فيه مسارات مؤمنة لكل المحافظات. أكيد المدن الجديدة كلها بقى فيه مسارات موجودة جديدة، ومع كل طريق بينمى بيكون فيه مسارات، فدي بداية قوية جدا أن يكون بهذا الطريق بهذه المساحة 8 كيلو وفقط للدراجات، فده يعني بنعلن عنه لكل الأسر والشباب المصريين أن هم ييجوا الطريق اللي سيادة المحافظ بيعيد توصيفه دلوقتي، عشان ييجوا الفترة الصباحية لممارسة العجل بطريقة آمنة. يعني احنا هنا دلوقتي في طريق اسمه شانز أبي أو طريق الأمل اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمله، ده طريق خاص بالدراجات، وده بيشجع الشباب ان احنا نبقى لنا طريق خاص، اولا بعيد عن العربيات، اولا بعيد عن اي مخاطر، ودي حاجه جميله جدا جدا في جمهوريتنا الجديده. طريق شانز ابي ده بيربط الجنوب بالشرق كمان، يعني من هنا توصل سيادتك على طريق السويس على طول، وده حاجه جميله جدا جدا. طبعا هنا افتتاح اول مسار رسمي للدراجات، ودي حاجه جميله جدا، لان احنا مثلا عندنا في الاشر ما عندناش حاجه زي كده، وفي اي حته تانية دي يعني يعتبر احتفال لافتتاح المسار. انا عضو في مركز شباب نور المقطم، واعلنهم ان الناس تشترك، فقدمت واشتركت عشان اعيد النشاط بتاع زمان. حبيت اشارك عشان انا من الشخصيه اللي بحب العجل والدراجات والرياضه عامه، عشان هي بتساعد الجسم، وبرده بتحاول تبعد عن التكنولوجيا والكده، وتبدا تحرك جسمك وتساعد جسمك على الرياضه، وفي نفس الوقت يعني ان شاء الله الرئيس الحمد لله يعني ان هو عمل لنا طريق عشان يشجع الناس حتى ان هم يبداوا يركبوا عجل، والطريق بقى فاضي ولينا حته لوحدنا ان احنا نمشي فيها. حبيت اشارك في مسار الدراجات الجديد ده عشان هو بيقلل من الحوادث، و يعني ان عربيه تاخد حد وكده، وبيساعد على الرياضه اكتر، وبيحبب الناس في العجل برضه وكده. يعني انا جايه تبع مركز شباب الهيك ستيب، ودي الصراحه اول مره اجي هنا، بس الصراحه مبسوطه من الحوار ده. يعني بيبقى تسجيل تبع الوزاره بس، واحنا يعني بنحب نشارك في الحاجات دي، وكل ما هتتعمل هنشارك فيها. زي ما حضراتكم تابعتوا معانا، احدى المشاركات قالت جمله لطيفه جدا، بتقول انا مبسوطه من الحوار ده. هو الحقيقه كلمه حق لازم تتقال، الحوار ده يبسط اي حد في الدنيا. وعلى فكره احنا من زمان في ناس كتير حابه ان هي تمارس النوع ده تحديدا من الرياضه، يعني فكره ركوب الدراجات بمختلف انواعها، ولكن كالعاده عندنا مشكله كبيره وفي صعوبه، ويمكن يكون في خطوره كمان في بعض الاحيان. يعني انا راجل غاوي مثلا ركوب الدراجات، مش هعرف امارس الرياضه او الهوايه دي
كما ينبغي وباريحيه وبامان، وانا ماشي في شوارع ممكن جدا وانا سايق العجله بتاعتي الاقي مثلا في اتوبيس بيحك فيا، عربيه ميكروباص واخداني انا بالعجله بتاعتي على الكبوت بتاعها. ان الحاجات دي بتخوف ناس كتير، بتخليهم يفكروا بدل المره مليون قبل ما ياخدوا هذه الخطوه. ولكن فكره وجود مسارات مؤمنه بعيده كل البعد عن السيارات وعن الحافلات او المركبات اللي عاده بتكون موجوده في الطرق، دي حاجه في منتهى الاهميه، ومفيش شك ان هي هتنعكس بالايجاب على نسبه الناس اللي هيبتدوا كمان بقى يمارسوا هذه الرياضه في الفترات القادمه ان شاء الله. اللي من حضراتكم بيسافر بره يعني باستمرار اكيد عارف كويس قوي وشاف ده بنفسه حتى في الطرق الرئيسيه في الشوارع في اي دوله في العالم، بتلاقوا ان في زي لين كده او يعني مكان مخصص للدرجات ومفيش دار يعني حد يستجري ان يدخل في المنطقه دي بالتحديد غير لو كان يعني راكب دراجه، لكن حد سايق عربيه ويدخل في الحته دي يتلسع 100 مخالفه ويدفع كتير جدا غرامات فوريه تخليه يعني يفكر بدل المره مليون قبل ما يعمل خطوه زي كده. طبعا دي حاجه مهمه جدا وان شاء الله تكون خطوه ايجابيه في الفتره القادمه.